أشادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدرينا موغيريني اليوم بالكويت باعتبارها صوت الحكمة وقوة للسلام في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة. وقالت موغيريني في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية كونا قبل زيارتها لدولة الكويت لافتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد يوم غد الأحد، قالت إن افتتاح مقر البعثة دليل على مدى قرب الجانبين ورغبة الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع الكويت بشكل أكبر كجزء من مشاركتنا في المنطقة. وأضافت موغيريني إن الكويت اطلعت بدور الوسيط وبناء السلام وهذا يتطلب الكثير من الشجاعة، مثمنة دور الكويت البناء داخل مجلس التعاون الخليجي من خلال وساطتها المستمرة على أعلى مستوى وجهودها المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن والتزامها بالتعددية كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2018 و2019. كما أشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي والكويت كانا ولا يزالان من بين أقوى المؤيدين للاجئين السوريين في الأردن ولبنان وكذلك أطفال اليمن. وأكدت موغيريني أنه من خلال تأسيس وجود دبلوماسي كامل في الكويت فإننا نفتح صفحة جديدة في شراكتنا، والهدف من ذلك هو مواصلة تعزيز حوارنا السياسي وكذلك تعاوننا الاقتصادي ولا سيما لدعم رؤية كويت جديدة 2035.